الطير، اهلا وسهلا بكل مشاهدي البي سي اي، وطبعا تحيه كثير كبيره لكل يلي ناطرين اللوتو اللبناني. موعد ثابت كل اثنين وخميس مباشره على الهواء من خلال ال بي سي اي بتمام الساعه 7:30 بنطلع عليكم بسحب جديد. مشروع احلامك، سياره احلامك، بيت احلامك، كل احلامكم بتصير حقيقه مع اللوتو اللبناني. هيدا غير انه فيكم تسكروا ديوناتكم، ضبوا مصاري على جنب، كل هيدا الشيء بس ب 2000 ليره بيتحقق مع اللوتو اللبناني. من جهتي انا بتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله كلكم الليله تربحوا معنا كل الجوائز المخصصه لهيدا السحب. قبل ما نبلش بدي اعطيكم فكره عن المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه. مع المرتبه الاولى بيزيد يلي هن على شكل تالي. المرتبه الاولى لليله باللوتو اللبناني قيمتها حوالي المليار و152 مليون ليره كاش. المرتبة الثانية ما فيها تراكم لأنه ربحت سحب الماضي، فالليلة بتكون تقريبا حوالي 100 مليون ليرة كاش، وزيد الليلة 43 مليون ليرة كاش. إذا كل الجوائز مثل ما صرتوا بتعرفوا صارت نقدا كاش، يعني من بكرة فيكم تستلموها، ما عليكم إلا أنتوا تكونوا آخذين ورقة لوتو يلي بس حقق 2000 ليرة، وطبعا ارقامكم تكون متطابقه مع الارقام يلي رح تختارها بعد شوي المكنه. رقم السحب 1907، لو سمحتوا تاكدوا من وراءكم او السيلولار الابلكيشن انه انتم مشتركين بهذا السحب. قبل ما نبلش بدنا نرحب بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه على اعمال وصحوبات اللوتو، والليله موجود معنا استاذ وسام جوني. اهلا وسهلا فيك معنا الليله باستديوهاتنا بقدمه. اهلا الى مكنه اللوتو. البداية مع طابة رقم 9. طابة تانية 29. طابة تالتة 8. طابة الخامسة 38. طابة السادسة 23. والطابة السابعة الإضافية رقم 27. اللوتو صار ملجأ للي بده يحسن وضعه المعيشة بهال، يعني للأسف بهالأوضاع الاقتصادية اللي كتير صعبة. برجع بقلكم ب 2000 ليرة فيكن تحصلوا على مليار و 152 مليون ليرة كاش، وبطبيعة الحال بتتغير حياتكم وفيكن تحققوا كتير من الأحلام يلي عبالكم أنه تحققوها. رح ننتقل هلأ أنا وياكم لزيد ونتابع سوا السحب مباشرة على الهواء. الليلة زيد بالمرتبة الأولى 43 مليون ليرة كاش، والرقم بلش يبين 5 9 3 8 ثلاثة. حلو الرقم، فينا نقريه على هذا الشكل 38 39 5. مهم يكون موجود على الورقة يلي بين إيديكم لحتى تكونوا من بين الرابحين. خلصنا السحبين، رح ناخد مثل العادة بريك صغير، هذا البريك الوحيد اللي بناخده لحتى من بعدها نرجع لكم مع النتائج. لقونا
اجانا معكم لحتى نتابع اللوتو، وقبل ما نعلن عن النتائج نتاكد من الارقام نرجع نشوف التابلو. بدنا نقول الف مبروك لخالد غلاييني. خالد ربح بسحب رقم 1906 75 مليون ليره كاش. الف مبروك لك يا خالد، وطبعا ان شاء الله بتتهنى بالمصريات، واكيد بنتمنى انه يوصل الدور للجميع، خاصه الاشخاص اللي صار لهم سنين بياخذوا لوتو وناطرين انه خلص تفرج بوجهن وتفتح بواب الحظ تفتح بوجهن. قبل او خلص هلا صار وقت، تفضل استاذ وسام. سحب اللوتو رقم 1907 لنهار الاثنين 7 حزيران 2021، الارقام السته الاساسيه 9 29 8 11 38 23، والرقم السابع الإضافي للجائزة الثانية 27. شكرا لك أستاذ بسام، تأكدنا إذن من الأرقام. صار وقت نشوف التابلو ونعلن عن النتائج. من ربحت الليلة الجائزة الأولى باللوتو اللبناني أو من ربحت؟ نشوف سوا بالتابلو مباشرة على الهواء من خلال شاشة الـ LBCI، واللي مبين عنا أنه ما في ولا مرتبة أولى، وايضا المرتبه الثانيه ما بتتضمن ولا شبكه رابحه. بالمرتبه الثالثه في عنا 19 شبكه رابحه، كل شبكه منهم رح تربح حوالي 3,500,000 ليره. المرتبه الرابعه بتتضمن 1,261 شبكه رابحه، كل شبكه منهم رح تربح 53,000 ليره. اما المرتبه الخامسه الليله بتتضمن 20,614 شبكه رابحه، وكل شبكه منهم ربحت 8,000 ليره. الف مبروك للجميع، نصيحتي شو ما كان ارجعوا خذوا شبكات لوتو ولاقونا بسحب الجاي، يمكن سحب الجاي ترجع تنقش معكم وتربحوا الجائزة الكبرى يلي بطبيعة الحال رح بتكون أكبر من هيدا السحب. أستاذ بسام زيد. سحب زيد رقم 1706 لنهار الاثنين 7/6/2021، حمل الرقم 38,395. شكرا لك، إلى تابلو زيد. مرتبة أولى فيها ورقة رابحة، ألف مبروك، 43 مليون ليرة رح تربحهم ورقة واحدة لحالها، كل ورقة بتنتهي بالرقم 8395 بتربح 450,000 ليرة، 395 45,000 ليرة، و 954,000 ليرة. ألف مبروك كمان على جماعة زيد، والمبروك الكبيرة للورقة يلي ربحت بالمرتبة الأولى لحالها 43 مليون ليرة كاش. من وين؟ محل اسماعيل ريفي بطرابلس، مش أول مرة بتنربح من عنده. ألف مبروك إذن لسعيد الحظ يلي الليلة ربح زيد مرتبة أولى. أستاذ بسام اليوم من ربحت لا الأولى ولا الثانية، قد رح يكونوا سحب الجاي؟ الأولى حوالي المليار و350 مليون. مليار و350 نهار الخميس. الثانية أكثر من 200 مليون. أكثر من 200 مليون وزيد 40 مليون مثل الليلة تقريبا. شكرا لحضورك معنا. إذا نهار الخميس يعني اليوم اثنين، من هاللحظة فيكم تبلشوا على سماس أو حيلا مركز ليبانيز دي جو نمرو التاكسو تبعتوا مساج، مهم تبلشوا تاخذوا شبكات لوتو وتلاقونا نهار الخميس مع جايزة مثل ما سمعتوا قيمتها حوالي المليار و350 مليون ليرة للمرتبة الأولى. المرتبة الثانية كمان رح تكون عالية حوالي 200 مليون ليرة، وزيد للي معود دائما ياخذ 1000 ليرة زيادة على ورقة اللوتو كمان رح بتكون الجائزة حوالي 43 مليون ليرة. كيف ما برمتوا الجوايز حلوة على القد، بيجوا هلأ بهالوضع الاقتصادي اللي كتير صعب. ما قلنا غير اللوتو، باي باي.